اهتزت منطقة الكرارتة ببلدية إيريغن سويسي بولاية جيجل في ساعة متأخرة من نهار أمس على وقع حادث وفاة تراجيدية لطفل لا يتجاوز سنه 5 سنوات بعد سحبه من قبل حمار غير بعيد من منزله العائلي. وأكدت مصادر محلية بأن الضحية وهو طفل صغير كان يستعد لدخول المدرسة مع الدخول المدرسي المقبل. توجه رفقة شقيق له من أجل استرجاع حمار تعود ملكيته للعائلة بعدما كان يرعى طيلة اليوم بأحد الحقول القريبة من المنزل العائلي للضحية. ولم تمضي سوى لحظات على فك وثاق الحمار حتى انطلق مسرعا الأمر الذي دفع بالطفل الضحية إلى محاولة توقيفه، ما تسبب في التفاف الحبل الذي كان مربوطا به بجسد الطفل ليقوم الحمار بسحل هذا الأخير على مسافة طويلة على مسلك تراب مليء بالحجار والأعشاب، وهو ما يفسر تعرض الطفل الضحية لشروح بليغة. ورغم مسارعة الحاضرين إلى تخليص الطفل من الحبل الذي التف بجسده ومحاولة إسعافه، إلا أنه فارق الحياة على الفور متأثرا بجروح بليغة التي لحقت بجسده النحيل. لتتدخل الحماية المدنية بعد درك الوطني من أجل نقل جثة الطفل إلى المستشفى، وخلفت هذه الحادثة الأليمة حسرة كبيرة وحزن بالمنطقة التي يقطن بها هذا الطفل وبعموم بلدية إيريغن الجبلية بولاية جيجل، خصوصا وأن الطفل ينحدر من عائلة ريفية فقيرة ولم يكن يدرك خطورة الوضع الذي وضع نفسه فيه قبل وقوع الحادثة التي أدمت قلوب كل من سمعوا بها. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.